والآن ما نبقى مع الصحف ما اخترناه من الصحف، والبداية مع الجمهورية التي كتبت فيها رنا سعرت الفنادق شاغرة والحجوزات غائبة رغم تراجع الأسعار 80%. مقتطفات من مقالها تقول: في عملية حسابية بسيطة للكلفة التقديرية لقضاء عطلة أسبوع في لبنان باستثناء بطاقات السفر، فإن كلفة أسبوع في فندق تبلغ حوالي 200 دولار، 20 دولار لليلة الواحدة، وكلفة إيجار سيارة لمدة أسبوع تبلغ حوالي 80 دولار، في حين أن معدل كلفة الغذاء أو العشاء الغداء أو العشاء في المطاعم لشخصين تبلغ حوالي 200 دولار أسبوعيا، 200 ألف ليرة يوميا. وبالتالي فإن إجمالية إقامة وأنفاق أي مغترب أو سائح في لبنان خلال أسبوع يبلغ 480 دولار، في حين أن معظم المغتربين لا يحتاجون إلى فندق للإقامة أو سيارة للتنقل، وبالتالي فإن معدل إنفاقهم بالحد الأدنى يمكن أن يقل عن هذا المستوى. من المفترض أن يشجع هذا الوضع المغتربين اللبنانيين في دول العالم على السفر إلى لبنان رغم مخاطر كورونا، إلا أن نقيب أصحاب الفنادق بيير الأشقر أكد للجمهورية أنه لا توجد لغاية اليوم مؤشرات إيجابية بالنسبة للحجوزات في الفنادق، وأوضح أن الفنادق عادة تعول على حفلات رأس السنة، وبأما أن الحفلات والتجمعات ممنوعة نتيجة حال التعبئة العامة، فإن التوقعات سلبية لناحية استقطاب النزلاء في الفنادق المنتشرة كافة في مختلف المناطق. وأشار الأشقر إلى أن موسم الثلج قد ينعش الفنادق التي تتواجد فيها مراكز التزلج، إلا أننا لغاية اليوم ورغم أن بداية شهر كانون الأول تعطي مؤشرات عادة حول نسبة الحجوزات المتوقعة، لا توجد لدينا أي حجوزات. ننتقل إلى الشأن الحكومي والأخبار التي كتبت اقتراح خفض الدعم إلى 50 صنف من الأدوية و60% من البنزين، نقاش السراي تركيب طرابيش. تقول في المانشات الأخبار نقلا عن مصادر مطلعة أن زيارة الحريري لبعبدة أمس كانت بمثابة خيبة أمل جديدة، وهو ما سيدفع رئيس الجمهورية إلى اقتراح أفكار بنفسه كمسعى لإخراج الوضع من المراوحة الحاصلة. وبعكس ما أشيع عن تقديم الحريري مسودة حكومية، فإن أي حديث في الأسماء لم يحصل باستثناء إشارة الحريري إلى أن وزارتي الداخلية والاتصالات ستكونان من حصته مقابل بقاء الطاقة والدفاع من حصة الرئيس، ما يعني التخلي عن مبدأ المداورة كليا والعودة إلى توزيع الحقائب بطريقة مشابهة لما كانت عليه في حكومة الحريري الأخيرة. ووفقا للمصادر فإن عون لم يبدي أي رأي تجاه عرض الحريري، مكتفيا بالقول إنه سيدرس اقتراحه، فيما وعد رئيس الحكومة المكلف بالعودة الأربعاء مع لائحة أسماء وزارية لدرسها. وهنا ثمة روايتان، إحداها تقول إن الحريري الذي كان يشترط تسمية عون وزيرين مسيحيين من أصل 9 عاد وتكلم عن 6 وزراء من ضمنهم وزير التشناك مقابل وزير يسميه هو وآخر للمردة وثالث للقومي، وهو ما لم يوافق عليه عون طالبا تسمية 7 وزراء. أما الرواية الثانية فتنفي حصول الأولى شكلا ومضمونا، مشيرا إلى أن هذا السيناريو لم يحصل أبدا ويأتي في إطار سعي البعض لرمي العرقلة على رئيس الجمهورية والإيحاء كأن باسيل هو من يعرقل الحل. من ناحية أخرى تتحدث مصادر حكومية عن ضغط فرنسي وأوروبي عبر اتخاذ موقف موحد تجاه لبنان لحثه على تأليف حكومة في أسرع وقت تحت طائلة القطيعة الكاملة وفرض عقوبات مع ما يعنيه ذلك من زيادة الحصار، وهو يأتي استكمالا للخطة الأمريكية بدفع البلد إلى الانهيار الكامل لفرض شروط واشنطن بقوة الأمر الواقع. ننتقل إلى الديار، كتبت جوال بيونس: ماكرون يعيد في لبنان وزيارته تحرك البرودة الحكومية. مقتطفات من مقالها معلومات الديار، وخلافا لما قيل وروج له سابقا تكشف أن الحريري لم يحمل معه تشكيلة حكومية كاملة أو تشكيلة كاملة متكاملة ومتجانسة، إنما قدم جملة أسماء عامة وحكي في توزيع جديد لبعض الحقائب. وكان الجو العام أكثر منه بمثابة عملية جس نبض لجو رئيس الجمهورية من كلام على تشكيلة جاهزة. مصادر متابعة أكدت عبر الديار اللا جديد حتى اللحظة، لكن التواصل سيستمر بين الرجلين على خرق ما يسجل، لا سيما قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، والتي هو أعلن عنها بنفسه
نفسه والتي ستكون مبدئيا قبيل عيد الميلاد أي قبل موعد 24 الحالي، لدرجة أن بعض المصادر ذهبت لحد التعويل بأن تكون زيارة ماكرون عيدية اللبنانيين الحكومية. أوساط بارزة في 8 أذار مطلعة على جو التأليف الحكومي تكشف في هذا الإطار للديار بأن رئيس مجلس النواب سلم بالساعات الماضية 10 أسماء للرئيس المكلف ليختار هو من بينها، لكن البارز فيما أشارت إليه المصادر بأن حزب الله لم يسمي بعد ولم يسلم بعد أسماء أو لائحة بأسماء للرئيس المكلف. وهنا تؤكد معلومات الديار أن الحريري طلب بالساعات الماضية من حزب الله تسليمه اقتراحات بأسماء وزرائه ليختار هو من بينها، لكن جواب الأخير كان حازما إذ قال للحريري ما مفاده: خلص الاتفاق مع الرئيس عون وبعدها بنبعث أسماء. تقول مصادر في المستقبل أيضا بحسب جوال بيونس: غدا هناك اجتماع لكتلة المستقبل في بيت الوسط، فإذا تم إلغاء الاجتماع فهذا يعني أن هناك شيئا ما يطبخ، أما في حال استمر موعد الكتلة على حاله فهذا يعني اللا جديد جديا بعد. نختم مع نداء الوطن. كتبت نداء الوطن في المانشات: الخارج من باب قصر بعبدة بانطباع مفاده أن رئيس الجمهورية ميشيل عون عازم على حلحلة عقد التأليف قد يدخل إليه مجددا ليلاقي انطباعات مغايرة كما حصل في أكثر من محطة وفي أكثر من مناسبة وفق تعبير شخصية نيابية معارضة، مذكرة بقوة الدفع الرئاسية وزخم الأجواء الإيجابية التي انطلق بها قطار التأليف، لكنه سرعان ما عاد ليصطدم بعقدة بوستراز كمعبر إلزامي لمضي التشكيلة الوزارية قدما. ولذلك ليس المهم ما جرى أمس في لقاء بعبدة، الأهم ماذا سيكون عليه جواب تراز غدا على ما حمله الحريري من طروحات إلى عون. ونختم من نداء الوطن أيضا مع مبادرة ميم تنطلق الحل بالمحركات الألمانية، كتب آلان سركيس الذي سيكون ضيفنا بعد قليل: ماكرون ومعه الأوروبيون لا يريدون للوضع اللبناني أن ينهار بشكل أكبر، فالفرنسي يتعامل مع الملف اللبناني على الطريقة اللبنانية، بينما الألمان بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل لا ينفع معها اللف والدوران والتحايل، لذلك قرر الألمان أن يأخذوا على عاتقهم تطوير المبادرة الفرنسية. إذن الصحفي في جريدة نداء الوطن آلان سركيس، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. اليوم كتبت عن الميم ميم بدل السين سين، يمكن صرنا ناطرين مبادرة يمكن في القريب. اليوم تحدثت المبادرة الألمانية سبق وتم الحديث عنها، ولكن اليوم أنت تحدثت في مقالك عن تفعيل للمبادرة الفرنسية من خلال مبادرة ألمانية. إذن هي ليست بمكان مكان المبادرة الفرنسية، تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة الألمانية ولماذا ستدخل ألمانيا على الخط لتحسين أمور لبنان؟ نعم، يعني الميميم هي مبادرة جديدة ماكرون ميركل بدل من السين سين السعودية السورية السابقة من 2010 و 2012. الفرنساوي بعده موجود على الساحة ومبادرته بعدها خاضرة، لكن الجديد أنه الألمان دخلوا بقوة على خط الأزمة اللبنانية من خلال الفرنساويين ومن خلال الاتحاد الأوروبي. يعني الألمان أخذين مبادرة ماكرون طورينا، لأنه مثل ما قلنا أنه ماكرون بيتعامل بالملف اللبناني على الطريقة اللبنانية، لأنه الفرنساويين هم فهمانين الوضع أكثر من الألمان، بينما الألمان ما في معهم مزح. يعني اليوم محاولة الالتفاف على الحكومة اللي طرحها ماكرون حكومة المهمة عبر إعادة الأحزاب إلى السلطة، هيدي الألمان ما رح يقبلوا فيها، والألمان كثير متشددين بالملفات اللي تعتبر رب الفساد بلبنان اللي هي على رأسها ملف الطاقة وملف الاتصالات. يعني الحل الألماني رح يكون أو الطروحات الألمانية هي طروحات اقتصادية بلس طروحات سياسية. في حكي انه الالمان نسقوا مبادراتهم بشكل جيد مع الامريكان، مع انه هلا الامريكان شكوا بهالشغله، انه الامريكان هلا بالهم بازمتهم الداخليه وبعض الملف اللبناني من ضمن الاولويات مش من ضمن الاولويات، وبالتالي رح يحاول الاتحاد الاوروبي عبر الالمان عبر دفع الماني وفرنسا ايجاد حلول على الساحه اللبنانيه، لكن الحلول لهلا مبين انه مش رح تزبط لانه ما في غطاء سياسي اقليمي ودولي بالنسبه للملف اللبناني،
وما في توافق داخلي. يعني ليش حزب الله؟ بنرجع على الشغله الثانيه، حزب الله والعهد اللي عطيوه اللي ما عطيوه للفرنساويه رح يعطوه للالمان، هيدي شغله بنشك فيها. نعم، ألان كنت عم بتقول إنه الألمان مش قبلانين باللي الفرنسية قبلوا فيه الطبقة السياسية الحالية، ولكن للأسف كلنا بنعرف إنه الفرنسيين بلشوا بمفهوم بمبادرة مختلفة، وصلوا لحائط مسدود بسبب هذه الطبقة السياسية اللي متجذرة، ومثل ما أنت كاتب مقالك في هناك دعم خارجي لها. على ماذا يعولون الألمان إذا الفرنسويين ما قدروا فاتوا وخرقوا؟ نعم، يعني العقلية الألمانية غير العقلية الفرنسوية. يعني نحن كلبنانيين بلد كنا منتدبين من الفرنسوية تقريبا متشابه، بينما اللي قلناه انه الألمان ما في معهم لف او دوران، يا بتزبط المبادرة يا بتزبط، يا بدهم يشيلوا ايدهم منا، يعني يا بتزبط المبادرة يا بيشيلوا ايد الاتحاد الاوروبي كله. ايدهم منا، مش مثل على طريقة الفرنسي بروح وبيجي وايه وبشوفه وبعمل. هلا على شو التعويل؟ التعويل مثل ما عم بيقولوا الالمان على دعم امريكي، مع انه انا برجع بقول لك بشك انه يكون في دعم امريكي، لانه الفرنسي كمان قال في دعم امريكي. والتعويل الثاني على قصه الداخل، يعني بمعنى انه الانهيار صار قريب، وعلى بكره واصلين على قصه رفع الدعم، وواصلين على قصه تجفيف منابع يعني خزينه الدوله، وبالتالي انه الوضع الداخلي صار ضاغط، وبيعتبروا الالمان انه الوضع استوى صار فيهم يتدخلوا، مع انه هيدي الطبقه السياسيه يعني بتصور انه ما راح ياثر فيها لا الالماني ولا فرنساوي ولا امريكاني ولا شيء، ورح تضل الامور مثل ما هي. ونجاح المبادره الفرنسيه ومع المبادره والدعم الالماني بتوقف على مدى حصول تسويه ما اقليميه يعني ايرانيه امريكانيه، مش بس الاتكال على فقط على شو بده يعمل الداخل، لانه حتى الوضع الاقتصادي اللي وصل لحافه الانهيار، وشفنا هلا المقال اللي كتبته رنا سعارتي انه عم بيقول انه رغم كل هالرخص ما في يعني الحجزات صفر، يعني هي شهر الاعياد بيعولوا عليه كثير اصحاب المطاعم، وبالتالي الوصول للانهيار صار قريب. اوروبا ومع بقياده المانيا، لانه المانيا هي القوه الاكبر اقتصاديا بالمانيا، ما راح عم بيجربوا يخلوا الوضع بلبنان تحت يعني مضبوط لشكل بحد كثير معين. لكن انه توصل القصه لانه مبادره المانيه تنجح تالف حكومه تعمل حل سياسي، هيدي مش وارده هلا. لكن في اندفاع المانيه، ما فينا نقول لا ما في اندفاع المانيه، العوامل الداخليه كثير معرقله، وشفنا اجتماع الحرير امبارح. وبرايي انا برايي الشخصي انه اذا المبادره الالمانيه بدها تمشي، الالمان مش رضيانين انه يكفي سعد الحريري بالسلطه، وبالتالي يمكن نرجع الى تسميه الى اعتذار الحريري وتسميه مصطفى اديب مجددا اذا في امل يعني النجاح، اعاده طرح مصطفى اديب مجددا كرئيس لتسميته رئيس. يعني هذه معلومه عم تتداول، يعني هذه معلومه عم تتداول. نعم، معلومات بتتداول فعلا. اذا الالمان بدهم يكفوا من مبادرتهم تنجح، برجع بقول لك مش على طريقه الترقيع، هون ما نفهم غلط. نعم، برايي انه في اعتبار انه الحريري مش صالح ليقود هالمرحله، ولانه معروف المجتمع الدولي، وميركل وقت اجت على لبنان وطرحت قصه سيمنز تقريبا من شيء بحزيران 2019 كان حريري رئيس الحكومه وطلعت مصدومه. عم بيقولوا الاوروبيين مع هالطبقه ما فينا نكفي، واكيد يعني الحريري اليوم ما رح ينجح يالف، مش لانه المشكله بس عند سعد الحريري، المشكله عند ميشيل عون وعند حزب الله لانه هن الاساس. نعم، وبالتالي في طرح جديد انه خلينا اذا في امل بتغيير ما خلينا نرجع نطرح مصطفى اديب مجددا. نعم، الصحفي في جريدة نداء الوطن آلان سركيس، شكرا لك، كنت معنا في هذا الصباح ضمن الصحف. مشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام فقرتنا.